اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين طبعا تغطيتنا لحفل تكريم فريق كره اليد النهارده واللي كان في مقر النادي الاهلي بالجزيره واللي حضره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. وشفنا قبل طبعا الفاصل كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، خلينا نطلع عليه زميلنا كريم احمد ولقاءات مع مجموعه من اللاعبين مع محسن رمضان وعبد الرحمن حميد واسلام حسن، نشوف اللقاءات دي وارجع لحضراتكم دي. بجد التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد بنبارك لنجوم كره اليد النادي الاهلي الحقيقه على المجهود الكبير اللي بذل خلال الايام الماضيه وحصولهم على البطوله الافريقيه اللي كانت غايه في الصعوبه وامور عديده جدا. هنتكلم معاه طبعا مع واحد من نجوم والابطال اللي بنقول له الحمد لله على السلامه ولسه كمان منتظرين ان شاء الله. محسن رمضان الف سلامه عليك، يمكن هي قضاء وقدر الحقيقه، يمكن الاصابات، لكن ايمانك ان شاء الله يكون قوي بربنا سبحانه وتعالى وترجع في اقرب وقت. طمنا على الاصابه وقول لنا الاصابه جت ازاي وترجع امتى محسن ان شاء الله. سلام بحضرتك طبعا وببارك للنادي الاهلي طبعا وجمهوره ومجلس اداره على البطوله الغاليه ديت كمان في اول الموسم، ولسه باذن الله عندنا خمس ست بطولات كمان باذن الله يكونوا موجودين في النادي الاهلي. وانا البطوله جت الاصابه جت لي في ماتش سيمي فاينال في اول 10 دقائق، وقعت على كوعي ولعبت كملت ال 50 دقيقه لعبت الماتش، وانا اصلا كنت عايز واجه ما كنتش عارف ولا اتني ولا فرق كوعي، بس اتحملت يعني كملت على نفسي عشان الماتش كان صعب جدا بس. وبعد كده بقى رحت بعد المباراه عملت اشعه لقيت اللي هي فيها كسر، فلما جيت هنا مصر عملت اشعه ثانيه اللي هي مقطعيه شرطان بس على الاصابه، بقيت الحمد لله مش محتاجه عمليه وبس كسر باذن الله 3 4 اسابيع، وبعد كده انزل باذن الله يعني. ان شاء الله ترجع بالسلامه. ولقطه مهمه جدا الحقيقه من مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، الكل كان متواجد الحقيقه، والتكريم سريع ودم بيبقى سريع بتنعكس عليكم بشكل كبير جدا ومطالبين انتوا تحققوا بطولات، شايف التكريم ازاي النهارده؟ صراحه بنشكرهم طبعا، التكريم بالنسبه لنا كبير كمان اللي احنا عندنا كمان 5 ايام ماتش سوبرز دوت، فهي بطوله طبعا الحمد لله ونسيناها، وطبعا مجلس الاداره دايما في ظهرنا، لسه عندنا سوبر باذن الله حاجه مهمه لينا اللي احنا الجيل بتاعنا كله عمره مثلا 23 سنه اللي هو هيبقى موجود في كاس عالم انديه، فطبعا حاجه كبيره بالنسبه لنا، فباذن الله اهم حاجه عندنا ماتش السوبر اللي جاي باذن الله. جمهور النادي الاهلي وراكم وهيفضل مدعمكم ومنتظر منكم الكتير جدا يا محسن، تقول ايه لكل جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ لا طبعا بنشكرهم طبعا، هم دايما في ظهرنا ودايما سبورت لنا ودايما بيشجعونا، فاحنا لسه هنديهم حاجات كتير باذن الله، باذن الله هم دايما عارف ان هم هيبقوا في ظهرنا وباذن الله معانا في ماتش السوبر اللي جاي باذن الله. لا طبعا زي ما انت قلت هي بطوله كبيره وحاجه كبيره جدا لينا ان احنا اول ما نرجع تاني يوم على طول كابتن محمود الخطيب يكرمنا اعضاء مجلس الاداره. لا احساس كويس بيدي دافع كبير للعيبه ان احنا نحقق تاني، لان احنا ان شاء الله كمان عندنا زي ما انت قلت ماتش مهم يوم الجمعه في السوبر الافريقي مع الزمالك يعني المنافس الرئيسي بتاعنا، فمهم جدا ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق السوبر كمان ونوصل كاس العالم انديه ونهدي البطوله دي كمان لكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره والجمهور ان شاء الله. يعني بتلاقي الدعم جاي من المجلس ومن الجمهور على ما اعتقد الفتره اللي جايه بتكون اصعب بالنسبه لكم، بتشوف دور جمهور النادي الاهلي معاكم ازاي؟ اه طبعا انت بعد بتشوف الاجواء دي كلها بتحس ان الحمل زاد عليك، ان انت محتاج تفرح ناس كتير قوي منهم يعني اعضاء مجلس الاداره الجمهور النادي نفسه بقيه الالعاب كل حاجه طبعا يعني بيدي دافع وفي نفس الوقت حمل، بس ان شاء الله نقدر نكون قد الحمل اللي جاي ده، لان احنا خدنا بطوله من 6 ونادي الاهلي بينافس على كل البطولات، ان شاء الله نقدر نحقق السداسيه ونلعب كاس العالم انديه كمان ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الاول على المكسب، وده يبين مجلس الاداره من اول يوم، احنا من البطوله السنه اللي فاتت احنا قلنا ان مش غريب على النادي الاهلي ان هو يكرمك تاني يوم لحاجه كبيره. النادي الاهلي احنا عارفين النادي الاهلي غير، فده يعمل مدى انعكاس ان انت الاحترافيه بتاعت النادي الاهلي. بشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على الدعم على طول في ظهرنا وعلى التكريم السريع ده، يدينا مسؤوليه اكبر، وان شاء الله احنا يعني انا شايف ان احنا في الطريق الصح، جيل جديد بتبني، ان انت في اول سنه للجيل ده تاخد بطوله في الثانيه، فدي حاجه كبيره، وان شاء الله نقدر ان احنا يبقى السنين الجايه يبقى في احتكار البطولات ان شاء الله. المميزات كمان يا كابتن اسلام التوليفه اللي متواجده والاعمار اللي متواجده الحقيقه فيها توازن كبير جدا، وعندنا امل كبير والجمهور عنده امل كبير ان الفتره الجايه تكون مختلفه بشكل كبير، شايف الفتره اللي جايه ازاي مع التوليفه المميزه مع كابتن طارق محمود؟ بص باين فعلا ان احنا عندنا لعيب 18 سنه وفي لعيبه 20 ولعيبه 23، فطبعا توليفه كويس مزيج من الخبرات والشباب، ده بيميز اي فرقه بيبقى فيها خبرات وشباب، فده طبعا ميزه كبيره للفريق. الفتره الجايه انا شايف ان احنا طبعا في الطريق الصح انا شايف، لكن كله التوفيق بتاع ربنا، البطولات انت بتعمل اقصى حاجه عندك وبتعمل اقصى مجهود، لكن التوفيق في الاخر بتاع ربنا، احنا بنسعى وبنجتهد وان شاء الله يبقى توفيق من حظنا ان شاء الله. الفترة اللي جاية ممكن كام يوم خلاص وعندنا مباراة مهمة جدا، لكن دور الجمهور مهم، ويمكن الجمهور الحقيقة بيساند وبيدعم بشكل كبير جدا،
والفتره اللي جايه مهمه جدا لدور الجمهور ومعاكم انتوا كمان. شايف المباراه اللي جايه ازاي ودور الجمهور ومطلوب منه الفتره اللي جايه يا كابتن؟ بص يعني احنا قلنا على طول الهاندبول بتبقى الموضوع ان البطولات ورا بعض كتير فما بتلحقش تفرح، بيبقى على طول ضغط طول الموسم. احنا عندنا تقريبا السنه دي ممكن يوصل 7 بطولات او 8 بطولات، فمحتاجين دعم الجمهور فيهم وان شاء الله نقدر ناخدهم كلهم، وعلى الاقل ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في اقصى حاجه نقدر ناخدها السنه دي والجمهور يفرح معانا وان شاء الله نشرف النادي الاهلي. حبيبك يا حبيبي، شكرا يا كيمو. دي كانت لقاءات طبعا كريم احمد مع مجموعه من اللاعبين، بس انا عايز اعلق على حاجه قالها اسلام حسن. اسلام حسن اتكلم على مهاب سعيد. مهاب سعيد لاعب النادي الاهلي اللي نزل بديل لمحسن رمضان، مواليد 2003، يعني عنده 18 سنه وخد بطوله العالم مع كابتن مجدي ابو المجد. واللاعب ده ليه اولا نزل في الفاينل عمل اداء هايل وكان عنده ثقه بنفسه، ما كانش فيه اي خضه، فالحقيقه ابهرنا بمستواه حتى كابتن الفريق اشدي.